السلام عليكم، رمضان كريم كل المتابعين والمتابعات ديال اليوم 24 وعبرهم لكل الشعب المغربي. بما يخص المستجدات، اخر المستجدات ديال القضيه ديال المرحوم انور العثماني رحمه الله ابن العائله وفقيد العائله، بعد دابا مرت اكثر من 4 أشهر ونصف على الجريمه البشعه والجريمه الشنعاء التي ذهب ضحيتها، هي جريمه القتل والذبح. وبعد ان مشات القضيه الى قاضي التحقيق اللي استمر 4 أشهر ونصف، الان القضيه يمكن نقولوا انها خرجت للعنان ورفع عنها السريه، وذلك بعد ان احال قاضي التحقيق الملف الى وكيل الملك، وبعد ان جرت اول جلسه نهار 3/21 وفيها كان جلسه انابه، وخلالها تم تعيين اول جلسه المحاكمه اللي غتكون نهار 4 ابريل ان شاء الله، نهار الثلاثاء 4 ابريل. الان مني خرجت هذا القاضي التحقيق يمكننا نقولوا اننا كعائله اصبنا بصدمه كبيره، صدمه يمكن اكثر من صدمه الموت، ما فقناش من صدمه الموت، صدمه مني وقفنا على مجموعه من الثغرات ومجموعه ديال النقط الضبابيه والنقط الرماديه والنقط المسكوت عنها في الملف ديال المرحوم لما تمش الاجوبه عليها. احنا وقفنا على اكثر من 20 سؤال وعلامات استفهام كبرى لما تمش، اللي كتزيد بان القضيه كتزيدها ضبابيه وكتزيدها سواديه وكتزيدها غموض. من بين هذه النقاط اليوم احنا خرجنا نخرج بخمسه ديال النقاط اساسيه غامضه. النقطه الاولى ان في شهاده ديال الحارس النهار على العماره اللي قدمها، وشهاده قدمها اكثر من مره، كيقول في محاضر الشرطه ومحاضر ديال دي كيقول على انه يوم الجمعه في الجريمه ان المرحوم انور على الساعه الثالثه، تاكدوا معايا الساعه الثالثه، انه زاره شاب وقدم الاوصاف ديالو، وهذاك الشاب صعد مع انور الى منزله وبقى في المنزل الى حدود الساعه الخامسه او السادسه حيث غادرها، يعني بقى معاه ساعتين او ثلاثه سوايع. وتلك المده هاد الزمن هاد الوقيته ديال الثلاثه بين الثلاثه والخمسه، لانه كيقول خرج بين الخمسه والسته، هي الوقيته والوقت اللي كانت فيه المتهمه مع انور مع الجوج قسمين، كتقول جوج وربع معها في الدار، وغادرت مدينه طنجه لتصل الى تطوان على الساعه السابعه، يعني غادرت الغرفه غتكون مع الخامسه او الخامسه والنصف. شهادة كيأكد عليها. الغريب في الأمر أن هذا الشاهد اللي كان حاضر في وقت الجريمة في المنزل لم يتم البحث عليه، هو اللي سميناه نحن العائلة بالرجل الغامض أو الشاب الغامض أو الشخص الغامض، والمفروض أن هذا خاص البحث عليه، خاصة وأن حارس النهار قدم مجموعة من الأوصاف لهذا الشخص، هذا الشخص الغامض الأول. النقطة الثانية الغامضة بالنسبة لنا هي ديال واحد الرقمين هاتفين، رقمين هاتفيين اتصلوا بالمتهمة، هذه بالإجراءات بالأبحاث ديال الشرطة العلمية قالت بأنه الرقم ديال المتهمة تم الاتصال والتواصل بها يوم الجريمة وفي ساعة الجريمة بين 3 حتى 6 25 مرة، رقم اتصل بها 25 مرة، ومعروف هذا الرقم، ورقم آخر اتصل بها 10 مرات. اش كيقولوا لنا؟ اش كيقول لنا التحقيق في قضية التحقيق؟ كيقول لنا الرقم الأول 25 لم نستطع تحديد هويته. الله يا ودي، وما تمش التبح. ورقم آخر لمدة 10 المرات. حول ماذا كان هذا الاتصال؟ وشنو هي كانت هذه الاتصالات؟ ومن المتصل؟ وشنو كانت؟ هذه سؤال غامض. لهذا بهاد الجوج غير يكفي هاد الجوج حالتين باش نطالبوا بإعادة التحقيق أو بتعميق التحقيق وتعميق البحث أكثر. شيء آخر غامض بالنسبة لنا اللي هو أنها المتهمة كتقول أن دخلت المنزل، هذا في التصريحات ديالها، وأنا نرجع للتصريحات ديالها، كتقول بأنها دخلت لعند الغرفة المنزل ديالو بين الجوج وربع حتى الوقت وصلت لدارهم مع السبعه في مرتيل، يعني والمسافه بين طنجه ومرتيل واحد الساعه ونص، يعني نقولوا غادرات مع الخمسه لخمسه ونص.
وكتقول بأنه حاول هتك عرضها وحاول اغتصابها والاعتداء على عذريتها. مزيان الله، هذا دي جريمة دفاع عن الشرف. ولكن واحد السيدة على الدفاع عن الشرف ما تغوتش، ما تصرخش، ما تغوتش وتصرخ وتغوت العادة وعباد الله ودير. وكاين واحد المنزل ديال الجار ديالو ملاصق له، وكنعرفوا البناء الاقتصادي راه الياجور راك تسمع كل شيء، وهذاك الجار كان كيقول كيسمع كل شيء. هذاك النهار ديال الجريمة اللي هو الجمعة كيكون هو ومرته خارج العمل، ولكن كيصرح لنا انه ديك النهار جات كتجيهم كل جمعة كتجي عندهم الشغالة الخادمة المنزل كدير الخدمة، كتجي مع 11 النهار وتمشي مع 6 العشية. وسولوا على ديك النهار قالوا ييه جات مع 11 ومشات مع 6، لم يتم الاستماع إليها. ما تمشي الاستماع ديالها ويسولوها واش شافت سمعت شي صوت، يعني اكيد تكون سمعت، ما سمعولهاش متاتا. كنقول علاش لم يتم الاستماع لهذا؟ هذا السؤال الثالث، خصنا يطالبوا بالاستماع لديك الشخصيه. مساله اخرى كتقول ان المتهمه انها تعرضت لمحاوله اغتصاب ودافع قتلت دفاعا عن نفسها. في قضيه الدفاع وفي هي تدافع عن نفسها، طعنت المرحوم أنور 6 طعنات وذبحته. المفروض أن شي واحد اللي ذبح، حنا غير العيد الكبير وغير الدجاجة، ملي كتذبح واش ما يمكنش الحوايج غيتقاصوا شي بالدم؟ 100% غيتقاصوا بالدم. خصنا نتأكدوا من هاد الفتاة، ملي غادرت ومشات الدماء كاملة مشات باللباس ولا مشات لباس أخرى غيرته؟ وفي كلا الحالات إلا كان عندها ملابس أخرى هذه كتطرح أسئلة. إلا مشات بالدم ديالها والدمايات وغادا من لهنا من طنجة، من طنجة من مسنانة حتى المحطة ديال الكيران ولا ديال الطاكسيات حتى لتطوان حتى المارتيل بهاد الدماء وما استرعتش انتباه، مسألة خطيرة. هذا كيسرع لنا انتباه ونشوفوا ديك الملابس. ثم كتقول دفاع، المفروض أنها يكون على الجسد ديالها آثار العنف لأن محاولة اغتصاب، ولأن السيد راه تضرب بالموس 3-6 ديال الضربات، يعني ضروري شد. تقرير ديال الطبيب كيقول لك ما فيها حتى اثر العنف، حتى اثر العنف ما عليها. اذا يمكن ان ذبحته هو مخدر، ولكن الطبيب عاوتاني كيقول بان هي ما كان، هو ما كانش مخدر، كان عادي. وبالتالي حتى الاظافر ويدو ما كاينش الاثار ديال لا دي ان، شي حاجه شي شعره شي زغبه شي حاجه بقات منها. اذا كيفاش هذا السيد 6 ديال الطعنات والذبح معه والبنيه الرياضيه البنيه القويه والبنيه الجسديه ديالو وغيرها، وانه هو يذبح ويطعن، ماشي طعنه ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه، 6 ديال الطعنات وما دار حتى محاوله؟ مشكله هذه. هذا خصني نكون حمق، خصني نكون ابله، خصني نكون ما عندي عقل باش نتيق هذه. ثم المساله اخرى، ان قاضي التحقيق ورجال الشرطه استمعوا لكل المحيط ديال المرحوم، سمعوا لكل المحيط، يماه والاصدقاء، ما سمعوا حتى واحد، حتى واحد ما سمعوا من غير خالها. لم يتم الاستماع لاي واحد، حتى يماها ما تصنتتش. وشوش كيقول كتقول لهم هي؟ اش كتقول في الحكايه ديالها؟ كتقول لك انا رجعت عندي الوالده وقالت لي يما فين كنتي؟ قلت لها حق الوالده مشيت لطنجه عند واحد صاحبتي وما لقيتهاش في الدار، وديك صاحبتي قالت لي اجي عندي الدار فلان فلانيه، بدات كتشير لي تطلعت لي، قالت لي طلع ليطاج. ملي طلعت ليطاج لقيت الباب مفتوح، فتحت الباب لقيت واحد الدري ميت مقتول. ايوا بنتي، ايوا هزيت التليفون وهزيت له البيسي وهزيت له البسطام ديالو وهزيت له الساكادو وهزيت واحد الموس لقيته تما وجيت يما. فعاتبتها امها، الله يا ودي انت دابا اي مواطن تجي تقول لك انا بنتك دخلت واحد الدار ولقيت واحد مقتول ودرت هذه بعدا رابع غير هذه خصها تتهم الام بالاخفاء والتستر على جريمه، لان المفروض ملي قالت لك بنتك انني قتلت واحد لقيت واحد مقتول خصك تعلم الشرطه. لم يتم الاستماع للام، وانا اطرح سؤالا كبيرا، لماذا لم يتم الاستماع للام؟ الام ديال الضحيه كانوا كتجي من العرايش كتجي لهنا باش يتسمعوا لها، والبنت والام الاخرى من مارتيل ما تقدرش تجي، لنفترض انها عاجزه على الحركه والتنقل، يديروا الانابه القضائيه وتسمعوا لها. اذا العديد من الاسئله والتساؤلات تطرح لدينا، هذا الملف يجب تعميق البحث فيه. ومع الاسف الشديد عندي انا قلت غير 5، انا قلت راه لدينا 20 سؤال، وبعد في الجلسه سنطرح اسئله اخرى على هذه، لان القضيه غامضه. يستحيل ان الجريمه مثل هذه، يستحيل ان تقوم بها فتاه في ديك السن وفتاه في ديك البنيه الجسديه وتقتل شاب هذه البنيه الجسديه. فبالتالي مطالبتنا
بالكشف عن الحقيقة، كل حقيقة، وأن الإبقاء على مجرمين محتملين خارج الاعتقال والمحاسبة والمحاكمة هو إبقاء على مجرمين في الشارع يقدروا يعودوا هذه الجريمة ويقدروا يعودوا، ما بغيناش ضحايا أخرين.